جانسو جانسو يلا تعالي. تعالي خلينا ناكل مع بعض، شو رأيك؟ نحن بشو عم نحتفل بالضبط؟ ما عم نحتفل بشي، أنا عملت لك هدول إلك. خلاص خلينا نروق وننسى الزعل لو سمحتي. أنا طالعة ماما، صحة وعافية. جانسو لوين؟ وعدت بابا بدنا ناكل مع بعض. قلتي بابا؟ ومن أمتى بلشتي تقولي له بابا بالله؟ لسه ما قلت له يا هبوشو، بس هي الحقيقة ما هيك؟ يعني معقول قل له سيد برهان واعتبره واحد غريب؟ جانسو حاجة جنان، هذا واحد واطي، له سوابق وواحد محتال، بابا شو؟ ماما هذا اللي بتشوفيه انتي، هي الأخطاء اللي عملها بالماضي، بس أنا ماني شايفته هيك. وماني مجبورة أشوف سجل السوابق تبعه لحتى أختبر قبوته. أنا بدي أشوف هو شو بيقدر يعمل مشاني. جانسو أنا ما عملت لك شي بخليني استحق تعملي فيني هيك. ماما نحن منعيش اللي منختاره، مو اللي منستحقه، مو بتقولي هيك على طول؟ بتقولي هذا اللازم وعملته، وهالمرة لازم بالنسبة إلي. حبيبتي جانسو، حبيبتي جانسو أنا ما سويت شي غير إني حبيتك، ليش عم تعملي هيك؟ أمي الحب مانو سجن مثل ما حبيتيني، وأنا من جديد حتى قدرت اكتشف هاي الحقيقة. أمي بسببك أنتي أنا صرت حب الناس بنفس طريقتك، بس الحب مانو هيك، وهلأ أنا كمان عم أعطي حالي فرصة مشان أتعلم بالضبط شو هو الحب. جانسو بترجاكي 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 لا تروحي، جانسو لا تروحي، بترجاكي لا تتركيني، بترجاكي بترجاكي. لا تكبري القصة، بدي روح أكل وأرجع، ليش عم تبالغي بالموضوع؟ هذا واحد كذاب وعم يحردك عليه، أنت رح تتركيني وأنا ما بقدر أخسرك، أنا ما ممكن أتركك، بترجاكي. ما خسرتي لحالك، نحن التنتين خسرنا تمام؟ إذا بدك عزمي السيد عزمي، ما بعرف مشان ما يضيع أكلك على الفاضي. جانسو بتحبي ساعدك بشي؟ لا شكرا، انا شغلت لك بالك وعذبتك، لا تواخذني، كنت رح جن من كتر ما كنت معصبه. طبعا رح اجي مشانك، بس حاولي تهدي شوي، لازم تتركي الموضوع للزمن، جانسو رح تروق مع الوقت. عادي ما رح تروق، خلص انا خسرت بنتي، يعني عن جد ما بعرف شو عملت لحتى استحق هذا الشيء منها. اهدي وفكري بعقلك، مو هي سومر اللي بعرفها، بدك تصبري وتستني. برهان غير بنتي. برهان لحاله سمرة؟ من جهة جينك ومن جهة عزراء، أنت مستوعبة اللي صار مع البنت؟ لازم نحاول نتفهمها. أنا حاقدة عليهم هنن كمان، جينك وعيلته رح يدفعوا تمن يلي عملوه فيني غالي كتير، هنن السبب بإني أخسر جانسو بنتي، ولازم يدفعوا التمن غالي. برهان كمان رح يدفع التمن ورح أدمره. بكرة بتشوف شو بدي أعمل.